بسم الله الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. احنا بنفرح بوجودكم معنا في الكنيسه، ودايما نحب كل الناس تحضر، بس طبعا الحقيقه زي ما انتم كلكم بتسمعوا وعارفين ان موضوع الكورونا ابتدى الانتشار بتاعه بيزيد بسرعه شديده، لدرجه انه كتير من الكنائس في نيوجيرسي وفي نيويورك وستاتن ايلاند قفلوا شويه، لان احيانا بيبقى في حد مثلا قابل حد بوزيتيف وما كان يعني يعرف متاخر، او ممكن يكون عارف ويقول اجي، فمن فضلكم نبقى حريصين جدا في الفتره اللي جايه اللي قابل اي حد يستنى شويه اسبوعين على ما يطمن انه ما جالوش اي سيمتومز. اللي حاسس باي سيمتومز ما فيش داعي يجي برضه، يستنى شويه لان ممكن يكتشف بعد كده ان هو بوزيتيف، لكن لو في اي سيمتومز لازم نخلي بالنا، عايزين نخاف على بعض ونحرص على بعض، لان ممكن واحد يتسبب في اذيه عدد كبير والعدد ده يؤذي ناس تاني، وفي ناس بيبقى هاي ريسك، فعشان الواحد يبقى ضميره مرتاح لاي حاجه يبقى واخد باله منها قوي. احنا هنفتح شويه العدد الفتره اللي جايه وهنبقى ننزل لكم تعليمات، بس احنا بنرجو تراعوا الحته دي، تراعوا انه الماسكس تبقى موجوده، كل عيلة تقعد جنب بعضها بحيث ندي مكان للإنديفيديوالز عشان نقدر نوسع العدد شوية. ساعة التناول برضو الأسرة مع بعض بتتحرك، برضو نسيب مسافة بين كل واحد واللي قدامه، بحيث إنه لا قدر الله في أي حاجة أو عدوى ما يبقاش برضو الناس قريبة من بعض. يا ريت نلتزم بتعليمات الخدام اللي بينظموا، ما نزعلش منهم، لأن في ناس بتزعل وبتعتبر الموضوع شخصي. الموضوع في سلامة كل واحد فيكم وسلامة كل واحد فينا، فيا ريت نخلي بالنا. في ريجستريشن هيبقى نفس النمرة اللي بنعمل عليها مع الأخ شهير، وهنرتب بعد كده الحاجات دي، ولو في تعليمات جديدة هنبقى نديها لكم. يا رب نشوفكم بخير، وربنا يرفع عن العالم الكورونا دي، وكل يجي يصلي واحنا فرحانين مع بعض، وان شاء الله نقدر نقضي ايام كويسه في الايام اللي جايه. شكرا.